السلام عليكم شباب بنات مشروبات، انا عربي معاكم محمد السرنجاوي، والنهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين الحرق دون الصدر وتصغير حجم الصدر. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس توصلكم كل فيديوهات جديده. ولا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول وبقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض واللي انا حاطط عليكم كمان ان شاء الله فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على حرق الدهون المتراكمه والمتجمعه في منطقه الصدر، وكمان بنفس الوقت هتقلل وتسخر من حجم الصدر. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الصدر تحت الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشرح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض هنعمله 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني محتاج تركيز وتحكم في الحركه نفسها، ومحتاج كمان ان اللياقه بتاعتكم تبقى عاليه شويه، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. Break.
وبعد ما عملنا مع بعض تمرين اول وثاني دلوقتي هنعمل مع بعض تمرين الثالث. انا بنصحكم انكم تركزوا على التمرين الثالث كويس جدا لانه بيساعد وبيساهم بشكل كبير قوي 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 على ان هو يعني بيحرق الدهون بتبقى متراكمه في منطقه الصدر. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات 20 عد. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم تمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضو بيساعد بشكل كبير قوي قوي على حرق الدهون وتسخير حجم الصدر. وكمان هنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. Break.
بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرد على الكومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم بأقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب، فعلوا جرس توصلكم كل فيديوهاتي الجديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.